بعد كده في عضله ثانيه، العضله دي اسمها البايسبس براكياي ماسل. بايسبس براكياي ماسل جاي من فين؟ جاي من عند السوبرا جلينويد. لو نفتكر كده مع بعض، جاي من عند السوبرا جلينويد تيوبركل. سوبرا جلينويد تيوبركل، وتعدي على البايسبيتال جروف، وتكمل تكمل لحد ما توصل للريديال تيوبريستي. كل العضله هنا الموجوده دي بسميها البايسبس براكياي ماسل. اهي العضله بالكامل اهو، بسميها البايسبس براكياي ماسل. وانا ماشيه كده لان التندون بتاع التندون اهو، قلنا كل عضله ليها وتر، اما كل جوينت ليه ليجامنت، يعني كل ماسل اهي ليها تندون الوتر بتاعها. التندون ده هلاقيه ان فيه ليجامنت كده بيثبته اكتر. طب تعالى نشوف ده تندون ده زي فولد اهو، ليجامنت بيثبت اكتر التندون ده او بيثبته اكتر، بسميه ايه بقى؟ بسميه ترانسفيرس بالعرض اهو، ترانسفيرس هيومرال ريتينيكولوم. ترانسفيرس هيومرال ريتينيكولوم ده ايه فايدته؟ هو بيعمل فيكسيشن للتندون بتاع البايسبس عشان دون تقلاه وما يسمحلوش ان هو درو اوت يسحب بسرعه، عشان طبعا هو هدفه كله ان هو بيثبت الفول ليمب. يبقى الاقي هنا ده بسميه ترانسفيرس هيومرال ريتينيكولوم فيكسيشن للتندون بتاع البايسبس عشان ما يسحبش ان هو دون تقلاه تو درو اوت يسحب العضله ويبتدي يقع، يعني ده بيثبته اكتر وبيثبت الفول ليمب بكميه كبيره، ان هو بيثبت التندون او العضلات مجموعه الليجامنت دي من ضمنها الترانسفيرس هيومرال ريتينيكولوم. شكرا.